شو حكينا؟ بس لنا كلمة حرية، بس عشان قلنا كلمة حرية بس هاي الكلمة اللي حكيناها. خروا علينا بالطيارة، خصفنا بالبراميل، خصفنا بالدبابات، خصفنا ما خلى دبابة ممر أمن، ما خلى شباك إلا رشنا فيه رش، والله العظيم رش رش فيه. طيب الأسلحة اللي عم استخدمها أنت بتعرفيها أسلحة شو؟ يا أخي شو بعرفني شو شكلها؟ أسلحة بحياتي ما شفتها بحياة عمري. براميل. الله وكيلك براميل. براميل صاروخ حط شنو هيك براميل وصاروخ ترحف الأرض تتمتر يا أخي. الله وكيلك هذا بالشهر خصصنا بالطيارة، روح أولادنا أخبرنا ما بنعرف وين نتخبى، معاك قصصنا قدرة تجو جوزي علي قدرة وحنا الحمد لله على السلامة. يا عم ليه خايفة يا عمو؟ شو خايفة؟ في عم تبكي؟ هذا حاكم؟ هذا حاكم؟ في عم تكون خبز؟ حاكم اللي يخصب بلده لك حاكم يسف شعبه؟ هذا حاكم عادل؟ هذا لو انه عادل ما كان بيشتغل هالشغل، اليوم بتكون تجيبه بالبيت؟ ما عنده عادل خالص يعني ما عنده قلبي بيصف رنجي مصدي ان شاء الله وراه وراه لحتى نصيده بإذن الله. كنا نستمع خبز ما لقيناه بإذن الله. كنا نستمع خبز وما لقيته إن شاء الله بنندس على هذا. طيب الكرة ما نعمل خبز؟ يا رب استبيت أقدام. ليه ما نعمل خبز؟ يا رب استبيت أقدامكم يا حي يا كريم. ما لقيته خبز؟ يا رب ما لقينا. يا الله.